البداية من لبنان من ساحة النجمة، حيث تعقد إذن لجنة الانتخابات اجتماعا جديدا. وينضم إلينا مباشرة من المبنى المخصص لاجتماعات اللجان الزميل جوني تانيوس. جوني، ما هي الأجواء لديك وماذا عن برنامج الأيام والاجتماعات المقبلة؟ نعم روبير، يعني قبل دقائق قليلة بالتحديد بدأ هذا الاجتماع للجنة النيابية الفرعية المعنية بقانون الانتخابات، طبعا بحضور كامل النواب. الأهم في هذه الجلسة للجنة النيابية الفرعية هو تقديم النائب جورج عدوان عضو كتلة القوات اللبنانية اقتراح القانون الذي تحدث عنه مطولا، والذي يجمع صيغة لقانون الانتخابات، صيغة مختلطة تجمع بين النظامين الأكثري والنسبي. النائب جورج عدوان وفي دردشة أكد أنه سيقدم الاقتراح اليوم، وأن الوقت الذهبي حان لتقديم هذا الاقتراح. كما قال أن هذا الاقتراح يتلاقى بشكل كبير مع الأفكار التي طرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشيرا إلى هذا لأن هذا الاقتراح ربما يكون الاقتراح التوافقي. طبعا كما هو معلوم حتى ساعة ليس هناك من صيغة للقانون المختلط، صيغة توافقية تجمع عليها كل الأطراف وأعضاء اللجنة النيابية الفرعية. هناك مجموعة من الصيغ التي قدمت، أبرزها من النائب علي بزي، وصيغة أخرى من النائب سامي الجميل، ولكن كل صيغة لها اعتباراتها ولها الملاحظات التي وضعت عليها. وبالتالي الجميع ينتظر صيغة النائب جورج عدوان لدراستها في هذه الجلسة التي من المتوقع أن تستمر حتى قرابة 5 من بعد ظهر هذا اليوم، على أن يتم في نهاية المطاف ربما اليوم أو غدا، وعلى الأرجح أن يكون هذا الأمر أو يحصل هذا الأمر غدا، أن يتم وضع تقرير نهائي يشرح كل المشاريع والاقتراحات التي قدمت إلى اللجنة في 15 يوما الماضية، وهي المهلة التي أعطيت إليها من اللجنة النيابية الفرعية. في هذا التقرير توضع هذه الأفكار، وتوضع أيضا يعني الملاحظات والأراء التي وضعت عليها، على أن يرفع التقرير النهائي إلى اللجان النيابية المشتركة التي تجتمع كما هو معلوم الاثنين المقبل. إذن الجلسة اليوم مخصصة لمناقشة اقتراح النائب جورج عدوان، أو بالأحرى تقديم هذا الاقتراح. جلسة الغد كما هو متوقع أو على أغلب الظن سيتم في خلالها مناقشة التقرير النهائي للتصديق عليه وإرساله إلى اللجان النيابية المشتركة التي تعقد جلسة يوم الاثنين المقبل. طبعا كان هناك مجموعة من المواقف التي أطلقها أعضاء اللجنة النيابية الفرعية قبل بدء هذه الجلسة. الجميع أجمع على أنه حتى الساعة ليس هناك من صيغة توافقية للقانون المختلط يجمع عليها جميع الأطراف. النائب سامي الجميل جدد التأكيد أن الصيغة التي تقدم بها هو شخصيا هي الصيغة الأمثل، والتي تلائم المعيارين اللذين تم وضعهما، وهو تأمين التمثيل المسيحي وأيضا مراعاة التوازن السياسي. النائب علي بزي عضو كتلة التحرير والتنمية قال بدوره أن الصيغة التي قدمها هو وهي صيغة المناصفة بين الأكثري والنسبي هي صيغة تسويوية تراعي يعني الهواجس وتراعي الجميع. كذلك النائب علي فياض قال أن مشروع الحكومة النسبي هو الأضمن للتمثيل المسيحي، وهو شرح مبدأ التوازن السياسي وقال أن التوازن السياسي الذي تم التوافق عليه ربما أسيء فهمه، هو يعني الأتيان بصيغة تضمن حقوق الجميع وتمثيل الجميع، ولا تعني أن يكون هناك تلاعب على الناخبين، وهي أيضا لا تعني أن ترجح كفة فريق على فريق آخر. النائب أيضا أكرم شهيب تحدث عن ضرورة تأمين الصيغة الأمثل، وجدد التأكيد الموقف الذي يكرره مرارا أن المشكلة ليست في قانون الانتخابات بل هي مشكلة سياسية بشكل عام. على كل حال نحن يعني سنتابع هذه الجلسة بعد وقت قليل، من المتوقع أن يطلعنا النائب جورج عدوان على تفاصيل الاقتراح الذي سيتقدم به، وننتظر أيضا مقررات هذه الجلسة لتبيان ما إذا سيكون هناك جلسة يوم غد أو ستكون هذه الجلسة هي الجلسة النهائية للجنة النيابية الفرعية. وسنتابع معك أيضا كل جديد الزميل جوني تانيوس من ساحة النجمة. شكرا لك.